هنروح نتابع دلوقتي تقرير تاني، وتقرير زي ما بتقال القاز بتاعه كان محترم جدا. منظمة اليونيسف ومفوضية اللاجئين ومنظمة العمل الدولية نظموا ماراثون ويوم كان رياضي وترفيهي لدعم فيه اللاجئين. طبعا ملف في غاية الأهمية وبيشغل العالم كله أكيد. خلينا نتابع هذا التقرير ونرجع نكمل. النهارده هنجري وهنساعد اللاجئين، لان دي يعني زي رساله المفروض في مصر نعملها، فده من احسن الماراثونات اللي احنا بنحضرها، كمان في مكان حضاره، فده شيء رائع يعني. Good morning. I'm the ambassador of the Kingdom of the Netherlands here in Egypt, and I've been here now 3 years. So the first problem of course is I will not be here next year. But the embassy will be here. My successor, the ambassador, is coming in August, and he will be here. We, the Netherlands, did not choose this location, the ILO did. And I think it is a beautiful location, and I'm sure we'll be back here next year. It's an important location because with the museum on one side and a garden for everybody on the other side, it's a very good integrating possibility. Refugee Day is every year. And we will organize something every year. هو له 3 سنين هنا، فالسنة الجاية حيكون في حد تاني، ما حيكون هو اللي فيه. اللي حد البدله حيجي هنا شهر 8 إن شاء الله. وبيتكلم عن إنه اللوكيشن حلو جدا، بس الاختيار كان من جهة ILO ما من جهتهم هو. بس إن شاء الله السنة الجاية حيكون probably في نفس اللوكيشن. And كل سنة طبعا حيعملوا نفس، حيكون في حاجة محضرة يعني، لأنه هو كل سنة يوم 23 بيكون في نفس اليوم يعني. Then I'm very pleased that because we have organized this event with Carol Runners and to celebrate the World Refugee Day, and that's part of a project funded by the Dutch and cooperation with different UN agencies, UNHCR, UNICEF, IFC also. And that's very important that we celebrate all together refugees and we see how we can provide support to refugees. That's very important. That's also given the situation also in Sudan. Project هنا اللي هو Prospect مع partnerships تاني اللي هو UNICEF, IFC وبيشكر في Cairo Runners برضو لترتيب اليوم. وهم دائما بيحاولوا يعملوا مشاريع وكده عشان يشملوا اللاجئين في الدول ويدخلوهم يعني في الاقتصاد في الدوله اللي هم فيها. انا بلعب اللعبه دي بقالي 5 سنين، كنت في بلعب اللعبه دي على الاول، كنت فاكر الجري عادي مثلا بنجري على اسفلت الحد، حبيت الجري اكتر واتحمست ان انا اعرف اكتر عن اللعبه والعبها بشكل مستمر لحد ما ربنا كرمني دخلت النادي الاهلي. مثلا نجري وبعد كده نخلص مثلا نعمل يوم الاطفال اللاجئين وكده، بس انا متشجع بالنسبه للحوار ده. بس ملف اللاجئين زي ما كنا بنتكلم من الملفات اللي في غاية الأهمية، والدول كتيرة جدا بتعاني منها خاصة بعد الأحداث يعني السياسية الأخيرة اللي أثرت بشكل كبير جدا على بعض الدول، ويمكن تبعاتها قعدت فوق 10 سنين حتى هذه اللحظة اللي بنتكلم فيها. عدد اللاجئين في مصر تحديدا لغاية الإحصائية الأخيرة اللي كانت 2023 تقريبا يا كريم 8 مليون لاجئ. لو هتيجي تتكلم عن كام عدد اللاجئين في العالم، آخر حاجة أنا قريتها خاصة بعدد اللاجئين في العالم كانت 2021 وصلت ل 27 مليون، فطبعا عدد كبير جدا. زي ما كنت بتكلم ملف دول كتيره بتعاني منه، فكره التوعيه عليه اعتقد امر مهم جدا، التعامل ازاي مع الاشخاص اللي لبعض الدول. بالمناسبه مصر ما عندهاش يعني، يمكن انا كنت بقول عدد لاجئين 8 مليون، لكن مصر لا تتعامل مع الاشخاص دي ان هي لاجئين، يعني دايما كنا بنقول ان هم مواطنين معانا، حتى تحديدا لما كنا بنتكلم عن الملف السوري كنا بنقول ان دول مواطنين معانا، اخوات سموهم زي ما انتم عايزين، لكن ما كناش بنتعامل مع الغير ان هو لاجئ عندنا. بس طبعا ده المصطلح الدولي المتعارف عليه يعني، فطبعا ملف في غايه الاهميه، كويس ان يتم تسليط الضوء. وعلى فكره ولا حد منهم حاسس وهو قاعد في مصر ان هو شخصيا ده جم عملوا بيزنس يعني، بالذات اتكلم على السوريين لان ده انا متابع طبعا ده الجاليه سوريا دي يعني، ومن سوريا ومن اليمن ومن السودان صح. مؤخرا ومن جنسيات كتير قوي، وفي دول في اوروبا عندها الملف ده بيشكل عائق كبير، ولكن بالنسبه لنا احنا في مصر احنا كالعاده مصر دايما فاتحه دراعاتها لكل الاشقاء من اي دوله ايا كانت، طالما الظروف عندهم لا تسمح بان هم يقيموا يعني وعايشين في بلادهم بشكل امن. عمر ما حد في مصر بص لحد منهم على انه لاجئ، وعمر ما واحد منهم وهو قاعد في مصر حس اصلا مجرد الاحساس ان هو لاجئ. دول صحاب بيت وناس بتيجي تعيش وتنصهر مع المجتمع المصري، وعندهم اجهاد طبعا. وعايز اقول لك ان بعض الناس اللي جت اللي هم المواطنين الاخرين اللي جم فتحوا بيزنس هنا وشغلوا مصريين
يعني كمان عملوا عماله كويسه في مصر، يعني شغلوا مصريين فساهموا بشكل كبير جدا. فيعني لا بصراحه ملف هرجع عشان عشان الناس تحس يعني هوند، عشان الناس كمان تستوعب فكره ان احنا بنقوله ده مش مبالغه باي حال من الاحوال. ده واقع. تعالوا نقارن ما بين حال اي شخص، هنقول مغترب مش هنقول لاجئ، بس قاعد عندنا في مصر، وشوفوا احوال اللاجئين بره في دول اوروبيه عايشين ازاي، مخيمات عامله ازاي، عرضه للجوع وعرضه للبرد وعرضه لكل حاجه ممكن حضراتكم تتخيلوها. في مصر الوضع مختلف تماما، وهي دي مصر بالمناسبه، ما هياش حاجه جديده يعني.